سعود شاب مصاب بالسكري من النوع الأول، ولكنه يتورط دائما لما ينسى ياخذ الأنسولين، عشان كذا مستوى السكر دائما عالي عنده. راح سعود لعيادة السكري واشتكى للطبيب معاناته مع نسيان علاج السكر وطلب من الطبيب الحل. لما سمع الدكتور مشكلة سعود اقترح عليه علاج سهل ومضمون لحالته، وهي مضخة الأنسولين. مضخات الأنسولين هي أجهزة صغيرة تساعد مرضى السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل ملائم.